بسم الله الرحمن الرحيم. عندي اجتماع مجلس وزراء طارئ فيما يخص الانتخابات، توفير كل الدعم للمفوضية وتوفير كل دعم للجنة الأمنية لحماية الانتخابات. هذه الفرضيات اللي قدمتوها الآن يجب التعامل معها بكل حسم وبكل جدية. دائما تجربتنا الماضية كانت ننطي التوجيهات وتواجهنا مشاكل في الجانب العملي أو الجانب الميداني. المطلوب اليوم نستفاد من أخطاء الماضي، التوجيهات واضحة، هاي انتخابات مهمة جدا في تاريخ العراق، ونحن نعمل سوية على استعادة هيبة الدولة، هيبة الدولة بتطبيق القانون ومفهوم المنع أي تجاوزات تحت أي عنوان موجود. أعتقد مهم جدا هذه الانتخابات مو ننجح فيها لحماية الانتخابات فقط، وإنما تعزيز مفهوم هيبة الدولة عند المواطنين. عندما يشوفون لجنة الأمنية نجحت في الانتخابات بفرض مبدأ الدولة ومبدأ القانون، راح تنطي إحساس بطمأنينة عند المواطنين إنه الدولة استعادت كثير من هيبتها واستعادت كثير من ظروف الصعبة اللي مر بها العراق في الماضي. أتمنى عليكم تكونوا حاسمين، انشوا تعاطفكم مع البعض، عندكم مسؤولية الولاء للدولة فقط، الولاء للمهنة وللدولة. راح تعرضون إلى ضغوط، تعرضون إلى محسوبية، أتمنى عليكم تجاوزها وعدم السماح للعواطف تأثر في قراركم في يوم الانتخابات تحت عنوان مكون معين أو فئة معينة أو حزب معين. عندنا شكاوى كثيرة قاعدة تجي في بعض المناطق، هناك بعض الكيانات وبعض الأحزاب قاعدة تهدد المواطنين في بعض مناطق سكنهم إنه يوم تجي جيب لك يا 5 بطائق 10 بطائق جيب عائلتك، وإذا ما انتخبنا إحنا نعرف شلون نتعاطى وياك. أتمنى من الأجهزة الأمنية تتعاطى مع أي شكوى بكل حسم وبكل قوة، لا تراجعون. هاي الجماعات اللي تحاول تبتزل الناخب هي محاولة خطف القرار المواطن ومحاولة التجاوز على الدولة وتجاوز على القانون، وأنتم ممثلي اليوم لهيبة الدولة ممثلي نيابة عن القانون. أتمنى عليكم التوجيهات تجيكم من اللجنة العليا لأخذ بيها، أي ضغوط تتعرضوا لها أو ابتزاز بلغوا به، وإحنا جاهزين لحمايتكم وتوفير كل الدعم لكم حقيقة. أتمنى عليكم ما تنسون هاي انتخابات مهمة حساسة جدا، الوضع يجب أن يكون مضبوط ويجب أن يكون حاسم وغير قابل للتأويل أو للاجتهادات. التوجيهات تجيكم حرفيا، موضوع حماية صناديق الانتخابات، المخازن، في كل انتخابات كان واجه مشكلة الحرائق في بعض المخازن أو تلاف أجهزة. أتمنى تكونون هذه المرة أخطاء الماضي بتتكرر. أتمنى لكم كل التوفيق، إيش تحتاجون من دعم إحنا جاهزين له، وأي ملاحظات قدموها له إحنا جاهزين توفيرها، وعندنا الحديث مع السادة الوزراء المحافظين لدعمكم لإنجاح مهمتكم. هاي مهمة تاريخية ومهمة أخلاقية وشرف بنوط مهمته لكم. أتمنى تكونون على قدر المسؤولية لحماية العراق وإعطاء فرصة جديدة لبناء عراقنا اللي يستقبل عندنا الكثير، وشكرا جزيلا. من اللجنة الأمنية العليا إلى كافة رؤساء اللجان الفرعية في المحافظات، السيد القائد العام القوات المسلحة المحترم يوجه كلمة لكم، نرجو الاستماع. السلام عليكم أخواننا في اللجان الفرعية، اليوم قاعدين في اجتماع مع اللجنة العليا لأمن الانتخابات. طلع بعض التوجيهات، الممارسة الأولى اليوم بدت، أتمنى عليكم الاستفادة من تقييم الأخطاء بها والتركيز على حماية المواطنين والناخبين، وكذلك القيام بكل التوجيهات تجيكم اللجنة العليا لحماية الانتخابات. أعتقد هذه فرصة تاريخية فقط لإبعاث رسالة لكل مواطنين في كل محافظاتنا العراقية الطيبة أن الهدف فرض القانون وفرض مبدأ العدالة والتساوي بين المتنافسين والتأكيد على نزاهة هذه الانتخابات. هذا الدور اللجنة الأمنية تتحمل مسؤولية كبيرة به، وعليكم أن تتحملون المسؤولية، تبتعدون عن الجوانب العواطف والمحسوبية والانتماءات المذهبية أو القومية على حساب شرعية أو عدالة الانتخابات. هذا توجيه يجب أن يكون الأجهزة الأمنية واللجنة العليا
والحكومة في مسافة واحدة بين كل مرشحين، هذا الطلب عندكم تبتعدون عن الجانب العاطفية في التعاطي أو تعرض لضغوط من قبل أطراف للتأثير على إجراءات الانتخابات. المرة الثانية، إجراءاتكم الصارمة الحاسمة تمثل مبدأ العدالة وتمثل القانون، فعليكم العمل بكل جدية بالتوجيهات تجيكم اللجنة العليا، وكذلك نجاحكم سوف يبعث رسالة مهمة أن الدولة استعادت كثير من وضعها الطبيعي واستعادت كثير من هيبتها بعد ما فقدتها بسبب ظروف العراق المربية في الماضي، وعليه يجب أن نعطي رسالة مهمة للمواطنين بالطمأنينة وأهمية المشاركة في الانتخابات، وأن هذه الانتخابات مجدية وسوف تغير وتصلح الكثير من واقعنا. أتمنى لكم كل التوفيق. أخوتي أخوتي، أوصيكم بالحسم وكونوا حاسمين في قراراتكم. شكرا جزيلا.